بطبيعة الحال اللي هي متعلقة بالجانب الاجتماعي، إغلاء المعيشة حاجة مستعجلة. فهمتني؟ خافوا ولا تجي الانتخابات بعد عام ولا عامين يلقاونا كلنا كملنا من سوء التغذية. إي تضحكوا من سوء التغذية. إي 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 تعرف نحن عندنا الأجر أقل، الأجر أدنى عندنا في المنطقة، أقل من المغرب وأقل من تركيا وأقل من مالطا، ما نحكيكمش عليكم أنتم لهنا. إي النهار خزرت شفت شبه علوش 30 دينار 23 دينار الكيلو، باه تلقى في بقايا أخرى ب 17 ب 18. هذاك الحوت حدث ولا حرج، هذاك معناها مرات واحد نجم يحلم بيه، نجم يحلم. البطاطا قداش يا زياد؟ 1380. وانت ماشي غلاء الاسعار اللي مدمر التوانسه، ويلزمنا وهو من الامور المستعجله، البطاله، التهميش، الفوارق الجهويه. وكذلك نقطه باش ما تغشش علي عبد القادر الزيتوني، نقطه بيئيه، عندنا توانسه ولاو يموتوا من الوسخ هذويك، كنهار زوج صغار ماتوا في جانس، وظرف عملت اضراب عامه المده لاسباب بيئيه، حلوا السباله حط الدود. الوسخ نتاع البلديات ماهوش فتك هذاك اللي تلوح كالنفايات، يهبط في الارض ويدخل في الارض ويمشي للماء ويمشي للتربه،